Vous avez entendu ? Chut, j'entends quelque chose. أول مرة صحبت الكتاب لقيت صفاي بيضاء كل عارش معني مع السين ونكتب حاجة جديدة يجيني لام في اليوم ونبقى متبع على كادونس أحلامي تولي تبان تقرب وخا طريقي بعيدة كوبلي مترونوم وحسوب بالديسيبال زيت كوافي فوق الكاس نستر بي واللي هبال ونرجع من بعد نقول هادشي كله ماشي كافي معاني حروفي خاص تبين لك شنو خافي هدرت على الغدر حيت عشرت وشفتو في الظلام وخا هكداك زيت الإعلام بقيت مصاحب الأقلام هدرت تبين كلشي راي اللي عندي في قلبي ولا الناس اللي تنبغيهم حيت باغي الخير كل شي كل نهار يدوز عليا يخلي تصارو في بالي انا لا جداني اللي نعاود له عشنو طرالي هكدا دايز حياتي بوافي عايمة في سطور يومية انسان عادي عقلية رابر اول مرة بدات حياتي من يدخل فيها الراب اول مرة عرفت الخضر منين عرفت الصحاب حياتنا هكدا ديما كاينة اول مرة وانا نهضر دابا ما غتكونش اخر مرة اول مرة بدات حياتي من يدخل فيها الراب اول مرة عرفت الخضر منين عرفت الصحاب حياتنا هكدا ديما كاينة اول مرة وانا نهضر دابا ما غتكونش اخر مرة اول مرة عرفت الخضر شفته في عيني الصحاب لاي نعمات شحال اللي كانوا لي اقراب مشاو كلام قالي في بالي سهرني ليالي ما ندمتش عليه واخا قاسني عطاني كثر ما دالي ما عرفتش علاش اخويا خويا جايين في زيني واخا قصيني شفتي انا قلت ليك اخويا ما هاش في قلبي حيت باغي لكلشي الخير نتا لا بغيتي دير دير نوض اخويا سر بيه ثاني لا ما بغيتيني ولا بغيتيني سمعني لا ما بغيتيني خطيني ولا من كلامي فهمني لا بغيتي لي الفنا هادشي محالي كل ما حد ما جات ساعتي انا ديما باقي هنا ما عندي ما ندير تبغيني ماشي في السيف كنتي ولا ما كنتيش انا بعد عندي كيف كيف هكدا دايز حياتي مراجع ديما غادي يومية ترابر عقلية انسان عادي اول مرة بدات حياتي من ندخل فيها الراب اول مرة عرفت الخضر منين عرفت الصحاب حياتنا هكدا ديما كاينة اول مرة وانا الهضر دابا ما غتكونش اخر مرة اول مرة بدات حياتي من ندخل فيها الراب اول مرة عرفت الخضر منين عرفت الصحاب حياتنا هكدا ديما كاينة اول مرة وانا الهضر دابا ما غتكونش اخر مرة عطيت الباب من بعد ما كان محلول حليت كتابي اللي كان غيولي في سميت مشهور ما بقيتش نقول وليت نكتب بزاف الهضرة نسيت اللي قالوا ولا قالوا كاع عاش غيطرا طلق له الجام حيت الكلام ما عنده صحاب ولا كنت انا اللي عدو هذا عليا مكتاب ما عندي ما ندير بحال كلشي باهي عليا نتمنى شارك كلام طولي احلامي في الظلام غادي تبان ما نعرف مهم نتمنى عطي كل ما عندي ما قاس فيها نتسنى خليني نغني مادام هادشي اللي عندي لكن كلشي ضدي ليام غادا تجيب وتديه ما عندي ما نبدل زماني هذا انا عارفو شحال من حاجة فيه فو بغيت نخالفو اللي قالوا فيك الهضرة ما غتكونش اول مرة ولا اخر مرة حيت الدنيا دايرة هكدا هكدا غادا بينا الدنيا ديما هكدا تحت مراضي بالقليل ناس دايرين هكدا صاحبي رضك تدير بحالي انا وغني خرج كل ما عندك باش تعطي اللي فيك مستني تحت ما باقي فيها احنا كنا غير غادي اللي باقي يقول يقول احنا المهم راه غادي اللي قالوا فيك الهضرة ما غتكونش اول مرة ولا اخر مرة حيت الدنيا دايرة هكدا اول مرة بدات حياتي من يدخل فيها الراب اول مرة عرفت الخضر منين عرفت الصحاب حياتنا هكدا ديما كاينة اول مرة وانا الهضر دابا ما غتكونش اخر مرة اول مرة بدات حياتي من يدخل فيها الراب اول مرة عرفت الخضر منين عرفت الصحاب حياتنا هكدا ديما كاينة اول مرة وانا الهضر دابا ما غتكونش اخر مرة Yeah, definitely.